قبل الكلاسيكو. ابو ادم، بارسا، شو توقعاتك؟ بارسا 3-1. غالي، شنو توقعاتك خويا؟ ان شاء الله. ان شاء الله مدريد باذن الله. كم يعني ما بحللش، بس يعني تقريبا مباراة جميلة ومش حتكون سهلة. يعني والله انا بتوقع ان شاء الله 3-1 لريال مدريد. 2-1. 3-2 لمدريد. اوهي، السلام عليكم على السلام. كم تتوقع مباراة اليوم؟ مباراة اكيد يعني مش حتكون سهلة. يعني برشلونة اخر مساء الخير يا حلوين. طبعا كثير ناس هلا يعني بيستنوا في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. خليني اسال الشباب شو رايهم بموضوع الجيم ومين بشجعه. غسان مرحبا حبيبي، الله يسعدك. الله يعطيك الصحة. شو بتتوقع اليوم؟ والله ان شاء الله برشلونة 3-1. عبد، انا برشلونة بس مدريد اللي عارف يسجلها. والله انا من رايي يا جماعه عن جد انه خليني احكي في شغله مهمه، بما انه ناس كثير بتابعوني خليني احكي على اهميه انه ما نتعصب بالرياضه. انا صراحه يعني بشجع ريال مدريد، لكن بتمنى ان شاء الله من كل الناس انهم بلاش نخلي الموضوع يصير طوش ويصير سيريس. ايش رايك يا شباب؟ صحيح طبعا. عن جد خلونا نشجع الكوره بروح رياضيه جميله، واكيد اللي راح يفوز كلنا راح نحكي فاز وراح نكون مبسوطين له، ما نتعصب كثير من هذه الناحيه مهم. فانا بتمنى من الجميع انه ما نخلي الموضوع مشكله او طوشه او هوشه، بالعكس الكوره هي رساله زي الفن، هي رساله بتوحد الناس، والساحره المستديره زي ما بسموها، على اختلافات الناس اللي بتابعوها وبحبوها لا للتعصب. السلام عليكم مدريد.